هي صيدلانية وشاعرة وأديبة، استطاعت أن تجمع بين العلم والإبداع في وقت واحد. كان لها مؤخرا إصدار رواية تحت عنوان الرفيف إلى بوابة السماء، لمست فيها الواقع واعتبرت من الروايات المثيرة للجدل. فما سر هذا النجاح؟ كيف قدرت فعلا تعمل هي التوليفة الخاصة معنا الشاعرة والروائية الدكتورة أسمهان الحلواني؟ يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، شكرا لهذا التقديم الجميل، هلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا هيك نحكي من الصبح، قديش مهم للمرأة إنه هي تحقق موهبتها وتحقق دراستها وتحقق مهنتها وتجمعهم كلهم مع بعض لتكون امرأة ناجحة، وهذا الشيء ما غريب على السوريات، ولكن خلينا نحكي عن مثال حضرتك. تمام، هو شيء مو غريب أبدا على المرأة السورية، وخاصة المرأة الأنثى. الأنثى أنا دائما بشبهها للأرض، وعندها نفس طاقة الأرض، عندها نفس العطاء، عندها حتى لما بتتناوب عليها الخصوبة والياباس هي دائما معطاءة. المرأة لما بتعي ذاتها بيكون في عندها كم هائل كبير هي قادرة على أنه تعطيه وتقدمه، بس بكفي وقفتها أمام نفسها لحتى تقدر تكتشف توجهاتها وتعطيها، وهي قادرة على أنه تعطيها. التوليفة اللي يعني حكينا عم نحكي عنها شاعرة، أديبة، صيدلانية، صيدلانية، فنانة تشكيلية، كيف صحيح. هدول سوا؟ كيف هلا قدرتي فعلا؟ الموهبة دائما بتسبق المهنة، لأنه الموهبة هي الشيء اللي بيرافق الإنسان من هو طفولته. روح الموهبة روح يعني. بالضبط، هي مثل ما حكينا، يعني الشيء اللي بتكتشفيه لما بتكوني برحلتك مع ذاتك، لما بتكوني حابة انك تحققي نفسك. لهالسبب الموهبة هي الشيء اللي بيدفع باتجاه النجاح، والنجاح هو اللي بيخليكي كمان تستمري. تستمري وتكوني حابة تعملي شيء من ناحية تانية. طيب خلينا نحكي عن روايتك الأخيرة الرفيف إلى بوابة السماء، اللي كانت مثيرة للجدل نوعا ما. إلك إصدارات سابقة مثل ما قلنا، ذاكرة الأرواح ووصايا الماء، هي شو اللي بيختلف فيها؟ يمكن اللي بيختلف فيها كونها رواية، يعني كانت أول محطة إلي بالمجال الروائي. ليش؟ الكاتب أحيانا ما بيعرف ليش، بس هي بتكون نوع من تزاحم الأفكار والموجودات اللي بتنضج جوات الإنسان، وبصير بده يفرغها بسطور. يفرغها، بس ما بيعود بيقدر بيكتفي بالوجيز. يعني الشعر هو حالة، يعني حالة ممكن تكون مؤقتة، تصويرية، إبداعية كتير كبيرة، نوع من الجيشان أنت بتقبضي عليه بالعبارات وبتنفذي. لكن الرواية بصير مجال أوسع، هو المجال لسلسلة الأحداث، للسرد، لحتى أنت تحكي عن أفكار أكتر عم تنضج جواتك، أحداث ممكن تكون عم تأثر فيكي، ونحن كتير تأثرنا بالفترة الماضية بأحداث. ومع أني كنت من الأشخاص اللي كانوا ضد انه ينكتب عن الازمه اثناء الازمه، لانه هي شو بحس مضمونة انه تقريبا؟ هلق هي مضمونه وجداني انساني اشكالي، لانه تعرض لتنسجات كتير كبيره، بتطرح اسئله وجوديه كتير كبيره للشخص مع نفسه، للنفس مع ذاته، وبنفس الوقت تكلمت عن الحرب والازمه، حتى لو ما كانت بشكل صريح عم تحكي عن سوريا او عن هذا التوقيت، لكن اكيد المعنى واضح فيها. تمام. تمام. خلينا نحكي عن مغامرتك أو بدايتك بعالم الأدب، يعني الخطوة الأولى بالموهبة، كيف نميتيها وكيف بلشتي؟ يعني ما سهل أكيد الواحد يكون عنده كتاب واثنين وثلاثة. طبعا البدايات كانت، يمكن خلينا نقول، من أيام الشباب، من أيام الصبا، لما كان بدفاتر الجامعة دائما في عندي على الهوامش الرسمة والخاطرة، وكان دائما اسمع هي كلمات التشجيع، انه يعني برافو، ليش ما بتنشري، ليش ما بتعطي. حتى بتذكر بايطاليا كانت اول تجربه الي للعلن، اني ترجمت قصيده وشاركت فيها بشعر مهرجان كان للمغتربين، وهي نالت يعني احد الجوائز الثلاثه الاولى. هذا كان شيء بيشجع، بيعطي دافع انه انت قادر على انه تفوت
بالمجال العلني اللي ممكن يلاقي استحسان الناس. هيك شوي شوي بدأت أفكر بأنه لو متأخر، المطبوعات إجت متأخرة، لكن كان في كم ورصيد كتير كبير وما زال موجود حتى قيد البحث للنشر والطباعة. الأحداث اللي بتحيط فينا هي الشيء اللي بيدفعك بيحفزك بالضبط لحتى أنت تخبري أنه أنا امرأة موجودة وقادرة على أني وصل كلمتي، أعطي رسالة، لأنه الأدب بالنهاية وبالبداية هو رسالة. بس كتير في أشخاص هن بيمتلكوا أفكار وبيمتلكوا سطور، ولكن ببالهم وترجمتها على الورق بتكون يمكن صعبة أو تماما بتكون صعبة شوي عليهم. لقيتي صعوبة بهذا الشيء، بحالة تعبير، بترتيب أفكار؟ ما بلاقي صعوبة، لأني لحد الآن بعتبر حالي موهوبة فطريا. يعني ما دخلت بإطار أنه الحرفة أو أني أولم للكتابة أنه هلق لازم أنا أعمل فنجان قهوة وحط الورقات وأكتب، لا، هي بتجي مثل الوحي، يعني شيء بيفاجئك بيصدمك وبتصيري انت عندك حافز انه اي انا لازم اكتبه، لانه بعدين بيروح منك، يعني لازم تكون حاضره دائما الورقه والقلم. وهذا على فكره هذا انا بسميه الترجمه الشعوريه، امر فعلا ما انه سهل، بيحتاج من الانسان انه يكون في عنده خبره لغويه كثير عاليه، يكون انسان قارئ بشكل كثير كويس، لانه هي كلياتها بتجي تراكمات معرفيه ومخزونه. ام يعني صيدلانيه وفنانه تشكيليه وعم نحكي اديبه، في كثير من الناس هلا بتكون عم تتابعنا، كيف قدرتي يمكن تجمعي كل هدول او تقدري فعلا تكملي؟ يعني الام عندها مسؤوليات كثير كبيره، ما زلتي هيك هي الرصانه والهدوء يعني الروح بيلمسها، كيف ممكن الامراه فعلا تكون بهي القوه وهي القدره اليوم؟ على فكره تامل الانسان مع نفسه هو اللي بيخليه عنده هي المقدره الكبيره. ايه، حتى انك تكوني خارج الزمن، يعني انا كثير مرات بعتبر انه الوقت عندي تبع اليوم ما هو 24 ساعه، هو اكثر. يعني لما بتكوني انت قدرانه تنظمي وقتك بشكل تستغلي حتى يعني حتى الهوايات كنت لاقي لها الوقت. اللون يعني على فكره الرسم مو سهل، الرسم بدك تعملي جو، يعني ضجه حواليك بالالوان ومع هيك كان دائما يتواجد. ليش؟ يمكن كمان الامومه سبب، الامومه كثير شعور عالي، وبتصيري بتفكري باطفالك هلا طبعا صاروا شباب وصبايا، انه انا كيف بدي اترك لهم شيء وكيف بدي اعطيهم مثل لحتى هن كمان يعملوا شيء بهذا. الحمد لله اكيد يمكن عم يتابعونا وفخورين فيكي هلا، اكيد بدنا نوجه لهم تحيه. انا بحبهم كثير. الله يخليك. إذا فينا نسمع شيء مدام اسمها هلا كرواية يمكن صعب كثير، ولكن ممكن سطور هي تلخص هي الرواية أو شيء. أنا رح أعمل لك شيء من مقدمة الرواية، هو شيء نثري بسيط كان. خلينا نشوف الغلاف، الغلاف كمان رسمك. أي الغلاف، هي الغلاف رسم حضرتك. كل أعمالي كانت تصميم الغلاف فيها بخصني، حتى لأصدقاء كتير صممت لهم أغلفة دواوينهم. ممكن كان مقدمة. أوكي. ولأن العابرة هو المحتوم والثابتة هو العبرة، كان حبك حتميا وثباتنا حب الإله، لنكون نحن أنا ونحن الخلود، فاعبرني آمنا، ثبت أركاني وامنحني الزلزلة. أيها السائح القريب الغريب، هناك في عمق الوادي يختفي ذلك الحجر، حين انهمار اغسل رقيمه، فقد نضجت في صدره الأبجدية وكتب عليه بألفية الضفة الأخرى: الإله الذي صنع العاصفة هو الإله الذي صنع القمح. هي يمكن الأسئلة الوجدانية نوعا ما المثيرة ضمن
الرواية، قديش فعلا لما تقدمي رواية هادفة يمكن وفيها أسئلة جدلية، قديش إلى واقع اليوم بظل توجه كتير من الناس والشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما عاد في هي العلاقة الحميمية اللي كنا نشوفها سابقا مع الكتاب. أنا بعتبر أنه رسالتنا هون هي نورانية كتير كبيرة باتجاه أنا بهمني كتير العنصر الشبابي، لأنه هو اللي بيعني لنا المستقبل. كتير ناس صار عندها عزوف عن القراءة أو صارت تتجه للأشياء الإلكترونية السريعة. الكتاب في له حميمية خاصة لما بتمسكيه، حتى ريحة الورق تبعه بيكون شيء خاص. نحن بهمنا أنه نودي لهم شيء يكون قريب وبنفس الوقت هادف بسطوره، يعني ما بين السطور، لحتى هو كمان الشخص ما يحسه هذا العبء الكبير لكن يقدر يستنير فيه. نحن ككتاب او ادباء او اعلاميين او اي حدا بهذا المجال بهمك مو بس انك تصوري الواقع او تعملي مرايه للموجود، بهمك تعطي مدخل أو تفتحي باب لحتى هذا الإنسان يعبره ويقدر يوصل لنتيجة من الأسباب الكتير اللي نحن هلق عم نعاني منها. يعني بدنا نتمنى لك التوفيق مدام اسمهان، وبدنا نتمنى لك مزيد من التألق والإصرار بالعطاء. الأم الصيدلانية الفنانة التشكيلية والأديبة والكاتبة، شكرا كثير لحضورك معنا، وانبسطنا بهي هي الروح اللي جواتك. ابدا سعيدين جدا بوجودك. وانا اسعد، شكرا كثير لكم. اكيد نتشكرك، ويسعد صباحكم. شكرا لك الدكتوره اسمهان الحلواني، كمان بدنا نوجه تحيتنا لاولادك، وبدنا نقول لهم الله يخليكم والدكم، واكيد هن فخورين فيك، وبنتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك الادبيه القادمه. شكرا كثير لك. شكرا كثير، شكرا لكم.